انطلقت ثالث جلسات المحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني. أكد المشاركون في جلسة لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة أن ملف الاستثمارات العامة من الملفات المهمة التي بذلت فيها الدولة مجهودا كبيرا من خلال ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة. اقترحوا في هذا الشأن تعديل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن إجراء تعديلات في وثيقة سياسة ملكية الدولة والاهتمام بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جيرمين، هل لك أن تطلعينا على أبرز ما ورد في الاجتماعات الخاصة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني في جلساته اليوم؟ نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني في ثاني أيام الأسبوع الثالث، وهو اليوم المخصص للمحور الاقتصادي، حيث كان اليوم الأول من الأسبوع الثالث يوم الأحد الماضي مخصص للمحور السياسي، وتم فيه مناقشة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين. أيضا تم الحديث يعني في هذا الإطار عن عدد كبير من الموضوعات، لكن اليوم هو المحور الاقتصادي بلجانه المختلفة. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا، فمنذ الساعة 12 ظهرا بدأت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المناقشات بحضور مختلف الفئات لمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وأيضا تمويل الاستثمارات العامة. في إطار هذه القضايا تم الحديث عن عدد كبير من الملفات. إذا تحدثنا فيما يخص أولويات الاستثمارات العامة، فتم الحديث عن هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمته في تحقيق أهداف التنمية. أيضا تم الحديث عن الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، وأيضا أولويات الاستثمارات العامة التي يجب أن تركز عليها الدولة خلال الفترة المقبلة. أما فيما يخص الحديث عن ملكية وإدارة أصول الدولة، فتم الحديث عن تشغيل الأصول المعطلة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي وأيضا دوره في استخدام الأصول العامة. أما جزء الاستثمارات العامة فكان هناك أحاديث كثيرة ومتنوعة تدور حول الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودور صندوق مصر السيادي في التمويل وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. بالتوازي في نفس التوقيت كان هناك لجنة الزراعة والأمن الغذائي بدأت أيضا منذ الساعة 12 ظهرا ومستمرة الجلسة في العقاد حتى الآن، وكانت المناقشات متنوعة بمشاركة أيضا مختلف الفئات من متخصصين، وكانت تدور حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون. وفي خلال أيضا كل هذه المناقشات كان يتم الحديث عن تناول جميع المشكلات المتعلقة بالزراعة وكيف يمكن تحسين الإنتاج الزراعي وتطويره، أيضا مجابهة التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على قطاع الزراعة في مصر، وأيضا دعم الفلاح، وكل هذه الموضوعات من أجل يعني أن تعم الفائدة سواء على الدولة أو أيضا على الفلاح. المناقشات ما زالت منعقدة حتى هذه اللحظة وتستمر أيضا على مدار اليوم للخروج بتوصيات نهائية طبعا ترفع لرئيس الجمهورية طبعا تمهيدا لتنفيذ كل هذه التوصيات، وهو ما يعطي جد وأهمية لهذا الحوار الوطني الذي جاء أيضا بدعوة رئاسية في إبريل من العام الماضي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني. شكرا جزيلا جيرمين على هذه المتابعة الوافية.